بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج أحكام الصيام. ضيفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك هو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض، وسوف نتحدث مع فضيلته في هذا اللقاء الطيب المبارك عن كلمة التوحيد، ونرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل هناك كلمة أعظم وأهم من كلمة التوحيد الفاصلة بين الشرك والإسلام التي أجمعت الرسالات السماوية كلها على الدعوة إليها؟ وقال الله جل شأنه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحديث معكم من فضيلة الشيخ سيكون عن مكانة لا إله إلا الله وعن فضلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، كلمة لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها افترق الناس فريقان فريق في الافتراق، ولأجلها افترق الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أفضل الحسنات، وهي أفضل ما ذكر الله به، فأفضل ما ذكر الذاكرون كلمة لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كلمة لا إله إلا الله لأجلها دعت الرسل، فالرسل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعوا على الدعوة إلى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولعظم شأنها أعلم الله نبيه بها الاهتمام بها، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالأميين من العرب في قوم متفرقين في عباداتهم، متباينين في ضلالاتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة والعزى، منهم من يعبد اللات والعزى، منهم من يعبد الجن، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وجهالاتهم. فابتدأ دعوته إليهم بأن قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فلما علم القوم أن هذه الكلمة تقتضي منهم البراءة من كل معبود سوى الله، وتلزمهم عبادة الله وإفراد الله بالعبادة، وألا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة، وأنها تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وتثبتها حقا لله خالصا لله لا شريك له في ذلك، وذاك لعلمهم لأنهم أهل فصاحة وبيان. فقال قائلهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ففهم القوم معنى هذه الكلمة والمراد بها وما دلت عليه، فأبوا عن التكلم بلفظها، لأن لفظها يضاد ما هم عليه من الشرك بالله وعبادة غيره. ولكن الجهلة المتأخرين من هذه الأمة
الذين فشى بهم الشرك وعبدوا غير الله وعظموا ذرائح الأموات وطافوا بأهلها ونذروا لهم النذور وقربوا لهم القرابين وهتفوا بأسماء بهم في الشدائد من دون الله وقربوا لهم معظم أموالهم تقربا إلى ذرائح تلك الأموات وانخداعا بما يوحي به الجاهلون والخادعون والمغررون الذين يزعمون أن تلك القبور يسكنها أناس يدبرون وينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون ويقضون حاجة المحتاج إلى غير ذلك من الضلالات والترهات هم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يناقضونها بأفعالهم يأتون بما يضادها ويضاد ما دلت عليه وهذا من الجهل أما كفار قريش الأوائل فلما تصوروا معنى هذه الكلمة وما دلت عليه أبوا أن ينطقوا بلفظها لأنهم يعلمون أنهم إذا نطقوا بها فسوف يناقضون أنفسهم بأنفسهم فكيف يقول لا إله إلا الله وهم يعبدون اللات والعزى بارك الله فيكم بعد أن تعرفنا على مكانة لا إله إلا الله لا ريب فضيلة الشيخ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها فضائل حدثونا عن هذه الفضائل فضائل هذه الكلمة أولا أنها كلمة الإسلام أساس الملة والدين فلا بد من النطق بها فإن النطق بها أساس الدخول في الإسلام ومن لم ينطق بها لم يكن مسلما قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا أنهم كانوا يقولون إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فأبوا أن ينطقوا بها فدل على كفرهم وضلالهم فمن فضائلها أنها أساس الملة والدين وأنه لا إسلام لمن لم ينطق بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ومن فضائلها أن من لقي الله بها مخلصا فإن مآله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين وفي الصحيحين عن عتبان أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومن فضائلها أن من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قالها كل يوم 10 مرات فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل وأن من قالها 100 مرة فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل ومن قالها فهذا دليل على فضلها وفضل قولها بارك الله فيكم لعلنا نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ معكم ونسأل عن شروط هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لهذه الكلمة العظيمة شروط وهذه الشروط أخذها العلماء من الكتاب والسنة فمن شرطها أن تكون عالما بمعناها ومعنى ما دلت عليه وضد ذلك الجهل بها بمعناها وما دلت عليه ومن شروطها أن تكون مخلصا لله في قولها فلا تكون مرائيا ومن شروطها أن تكون موقنا بها فلا تكون شاكا فيما دلت عليه ومن شروطها أن تكون محبا لها فلا تكون مبغضا لها ومن شروطها أيضا أن تكون صادقا في قولها فلا تكون كاذبا ومن شروطها أن تكون منقادا لها فلا تتركها وأن تكون قابلا لها فلا تردها وأن تكفر بكل معبود سوى الله شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمعنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة الرياض تحدثنا في هذا اللقاء مع فضيلته عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته